وفي كثير اشخاص بحبوا يهتموا بصحتهم، ولكن العناية بالبشرة من دون أي شك هي من المواضيع أيضاً مهمة جداً عند كل النساء، وكمان في كتير شباب بيحبوا يهتموا ببشرتهم، فبيلجأوا الصبايا لتقشير الوجه كوسيلة لتفتيح البشرة وأيضاً للحفاظ على نضارتها، بالإضافة لإزالة خلايا الجلد الميت. ولكن بكثير من الأحيان البشرة تتأثر بشكل سلبي بكل هاي التفاصيل يلي عم نعملها، في حال ما وصلنا أو بحال ما كنا عم يمكن نستشير أخصائيين، صح؟ تماماً هبة، يعني بما أنه بهي الفترة معظم النساء بيتوجهوا لتقشير الوجه ومناطق الجسم، بما أنه صرنا خريف فبتلاقي هو يمكن أكثر وقت مناسب لهذا الشيء، رح نعرف عن هذا الموضوع وناخذ تفاصيل كثيرة مع الصيدلانية سامة ناولو يلي صارت معنا بالاستوديو. صباح الخير سامة. صباح النور. كيفك؟ يسعد صباحك. الحمد لله. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. بداية كلياتنا بهي الفترة بالتحديد منلاقي من دون ما نعمل أي تقشير لبشرتنا، مع تنقل الفصول بشرتنا عم بيصير فيها جفاف، أوقات عم بتقشر لحالها، وطبعا كل شخص بيختلف عن الثاني. إذا بدك تحكي لنا هيك بلمحة سريعة، نحن بهي الوقت بالتحديد نقدر نعمل تقشير؟ تمام. هلأ بصراحة هو هلأ مثل ما أنتي قلتي هو الوقت المفضل للتقشير عند الأطباء، خلينا نقول على الشتاء، الشتاء هو الأفضل وقت، فهلأ طالما بلشنا أي حدا كان عم يستنى الفرصة بيقدر يبلش من هلأ. تمام. التقشير بشكل عام هو يعني نحن عم نشيل الخلايا الجلد الميتة عن الطبقة السطحية، ف يعني هو عملية رائعة بصراحة للوجه. تمام. تنظيف البشرة أكيد شيء كتير مهم، وكتير من الصبايا مثل ما قالت هبة بيحبوا هذا الموضوع وبينتظروا الوقت المناسب. صحيح. بعد تعب كتير طويل يعني من خلال التعرض لأشعة الشمس أو الجفاف يلي صار معنا بفترة الصيف، فهلأ صار وقتها. بالنسبة لتقشير البشرة هل في له أنواع فينا نقول ولا لا؟ أكيد في عنا أنواع للتقشير، أكثر شيء في عنا اللي معروف هو الكيميائي والفيزيائي. أكثر إذا بقدر أقول لك مثلاً السكرابات، السكراب اللي فيه هيك قطع صغيرة، هذا بنقول له الفيزيائي. تمام. بيعتمد على هي القطع الصغيرة هي تعمل التقشير. تمام. أما الكيميائي هو بيعتمد على المواد الكيميائية، السيرومات، الكريمات اللي فيها أحماض، وفي عنا النوع الثالث يلي بيكون بمراكز التجميل. تمام. اليوم نحن لما بنساوي تقشير لبشرتنا إذا كنا عم نتوجه للأخصائي المناسب فهو بيعرف الخطوات الصحيحة كرمال نقشر بشرتنا بطريقة صحيحة وما نأذي حالنا. طيب كثير من الصبايا اليوم لحالهم بالبيت بيفتحوا النت وبيدوروا على خلطات لحالهم وبيعملوا تقشير لحالهم، شو الاحتياطات يلي لازم ياخذوها بهي الحالة في حال ما كانوا عم يلجأوا للأخصائي؟ تمام. هلأ حالياً صار أغلب الصبايا عم يعتمدوا روتين عناية بالبشرة، هذا الروتين فيهم يدخلوا عليه مواد مقشرة كل فترة وفترة، مثل بأنه فترة A وفترة لا. تمام. مشان تجديد البشرة. هلأ أول نصيحة وهي الأكبر عند كل الأطباء بقدر إلك ياها هي أنه لا تستخدموا خلطات بالبيت، بيقدروا يقشروا بالبيت عن طريق السيرومات والكريمات الموجودة بالصيدليات عنا. تمام. أما أنه هن يفتحوا اليوتيوب عم بيصير كتير مشاكل وأخطاء وليمون وخل وهدول القصص عم تحرق البشرة، بس هي بتقدر أنه هي تعرف بس شو نوع بشرتها، مثلا إذا حساسة في شغلات ما فيها تستخدمها، إذا عادية في شغلات هي فيها تستخدمها، فينا نقول إنه أسماء مواد معينة مثل هلأ الأشهر عالميا وعلى هلأ تريند على التيك توك وهيك هو الجلايكوليك أسيد، هو حمض الجلايكوليك فينا نستخدمه، إذا كانت مثلا حامل في مواد معينة فيها تستخدمها، فبتقدر بالبيت لحالها انه هي تعمل التقشير. تمام حلو كثير، يعني ذكرنا الحامل اللي لازم نهتم شوي فيها كونه بتكون هي اصلا عم تمرق بمرحله صعبه، شو هي المواد اللي ممكن المراه الحامل تستخدمها لحتى شوي تحس انه هيك بشرتها فريش؟ تمام. يعني هي قد ما عملت هي بتضل شعورها انه انا تعبانه. صح. انا تغيرت ملامح وشي، لكن نحن اذا فينا نساعدها كيف؟ صح اكيد.
هلا نحن من قبل عنا معتقد انه الحامل ممنوع تستخدم شيء، تماما ممنوع تحط شيء ولا كريم ولا حتى كريم ايدين، لازم تنتبهي شو المنتج او المركبات اللي فيها. تمام. هلا لا فيني اقول لك انه لا، هي طبعا فيها تعتني ببشرتها، تستخدم روتين مناسب وتعمل تقشير. الحامل مثل ما قلتي بيصير في عندها تغيرات هرمونيه بتسبب انه هي بشرتها تتغير، يطلع لها حبوب، فلهيك انا بنصحها في مادتين امينات للحامل بيعملوا تقشير للبشره وبيحافظوا على البشره من حب الشباب، اللي هن حمض الازلك وحمض اللاكتيك. هدول الاثنين بس تروح على الصيدليه تقول لها بدي كريم فيه هي او هي، بدي سيروم فيه هي او هي، والاثنين امنين 100% امنه لكل الحوامل. تمام. طب اليوم في كثير من الاشخاص بيلجأوا مثل ما ذكرنا للتقشير بالبيت ومن دون ما يمكن يتواصلوا مع الاخصائيين، قد ايه عدد المرات يلي بيقدروا هن يقشروا فيها خلال فتره الشتويه، اذا فينا نقول بين الخريف والشتويه هي الفتره الانسب بعيدا عن الصيف لتقشير البشره، عدد المرات يلي بيقدروا يقشروا فيها من دون ما يؤذوا بشرتهم؟ تمام. هلا بصراحه الموضوع كثير مختلف على حسب هي شو عم تستخدم. في عندنا مقشرات بتقدر تستخدمها مرتين بالاسبوع، وعلى طول الشتويه على الثلاث شهور بتقدر تضل عم تستخدمها، بتقشر بطريقه يمكن لطيفه. تمام. هلا لا، حتى بتكون اللي مرتين بالاسبوع تقشيره قوي، بس نحن في عنا شوي خطا بمعتقد التقشير، انه التقشير لما بتقشر بتشوفي عم يقشر هذا البشره، هذا الشيء ثاني تماما، والعنايه بالبشره بالتقشير هو بيكون غير مرئي للعين. يعني انت ما بتشوفي البشره عم تقشر، ولكن هي عم تقشر وتجدد الخلايا، وانت بتشوفي انه عم تروح التصبغات، عم تروح اثار الحبوب، وعم يتوحد لون البشره، بس بدون ما تشوفي هذا عم تقشر الجلده عن وشك. هذا شيء ثاني يمكن، هذا شيء ثاني توقع اذا بتريدي بده يقشر. هذا اذا ما قشر معناتها مو مفيد البرهه. هو حتى الكريمات التقشير بدها وقت، يعني نحن بنقول بالروتين اعطيها وقت، اعطيها شهرين لحتى هي تلاقي الفرق، فعلا بتلاقي الفرق. اما هذاك التقشير ممكن اقول لك بيكون يا اما عن طريق مقشر قوي جدا، بيكون استخدامه لمره واحده فقط. ممكن يعمل اي حساسيه بالبشره؟ اكيد بيعمل حساسيه، ممكن يعمل تهيج. هذا انواع المقشر بدها تعمل تجربه على هون، تحطه تستنى خمس دقائق. والله عملته مره بوشي الاب العجيبه يعني. لهيك ايه، لهيك انا بفضل بصراحه انه نروح على الامور اللي هي فعلا امنه، وهي فعلا مقشره، يعني اذا حدا حط المجهر حتكون عم تقشر صح. تمام. طب خلينا شوي هيك ننتقل من فكره الوجه يلي هي بتخص اكيد مثل ما عم نحكي عن الصبايا، هي كمان بتخص الشباب، وهلا عم نشوف انه في كثير شباب عم يعملوا هي القصص. في فكره انه عالم بتحب مثلا تقشر كواعه الركب، بتلاقي انه هي غامقه، هلا هي حاله طبيعيه انها تكون اغمق من لون الايد مثلا او الرجل، بس بتقول لك لا انا عندي هاي المنطقه غامقه زياده، فشو ممكن نتصرف؟ وخصوصي ان منطقه الركبه والكوع ما كثير هن طرايا او حساسين مثل الوجه. صح. من اكثر الاسئله اللي بتجي هذا السؤال، انه بدي افتح كواعي وركبي، خصوصي بعد ما نعمل برونزاج بالصيف تلاقيهم كثير صاروا غامقين. تماما. ونشف الجسم. تماما. وبتلاقي الطبقه صارت اسمك. فلهيك هو صحيح، كثير صح انه نحن نعمل لها تقشير. مثل ما قلنا في طريقتين، في الطريقه الفيزيائيه وفي الطريقه الكيميائيه. اذا بدك انه بس هيك شوي تخففي لونه، اوكي بالسكرابات ممكن نعمل سكراب منزلي، طبعا انه يكون من صيدلاني او من طبيب ما بيضر. مثلا فينا نستخدم فيه القهوه لانه فيها كافيين، والكافيين بيعمل على التفتيح، ففينا نحط من البن مع عسل مع شويه حليب، وقبل الحمام نفركهم منيح، نتركهم ربع ساعه. هي طريقه فيزيائيه. للي بده أكثر تفتيح أكثر بيلجأ للطرق الكيميائية. طبعا. نفس مقشرات الوجه. يلي هو حمض الجلايكوليك، خليني إلكون سالسيليك، أزيليك، لاكتيك، كل هدول الأحماض. في عنا بالصيدلية أي شي تيك بيمشي الحال. تيك توك مثلا. تماما. من الصيدلية بتقدر تحطه كل يوم المساء قبل ما تنام وتنام. نصيحتي للتقشير الوجهي أو للأكواع والركب إنه ما تعمل الصبح، ما تحط المقشرات الصبح ونطلع من البيت، لأنه حتتعرض للشمس
بتجي بعد اسبوع بتقول لك اغمق اكثر حرقنا او اغمق تماما. هلا سؤال سريع، هل هي الاجراءات بتمشي مع حبوب الظهر؟ لانه في كثير من الاشخاص صراحه بنلاحظ انه عندهم حبوب ظهر وبتعلم تماما بتعلم، وكمان بمنطقه الرقبه والصدر كمان بنلاقي في كثير منها، فهي الخطوات بتمشي كمان مع هي المناطق؟ تمام. هلا في شغلات خاصه لإلها واغلب هي الخطوات بتمشي معها. هلا في ماده هي اكثر شيء هلا عم يستخدموها للحبوب الظهر اسمها البانوكسيل، كمان في من مواد هون عنا ممكن انه هن يستخدموها كغسول للظهر. في عنا المقشرات، لانه مثل ما بقول لك اذا بقول لك الازلك فيه مواد بتشتغل ضد البكتيريا، تمام؟ فهي ممكن انه هي تستخدمها كمان على الظهر. كله بيطبق بالمنزل صح مو بالمراكز؟ لا لا بالمنزل، بكريمات بسيرومات من الصيدليه تاخذها وبتطبقها بالمنزل. مهم انه نكون عم ناخذ الماده المناسبه والتوقيت المناسب لهذا الشيء، واكيد الاختصاصي هو يعني اجدر بانه يعطينا الطريقه. شكرا كثير لك سامة، انبسطنا بوجودك. اهلا وسهلا.